دكتور احمد فتحي استاذ القلب وعميد معهد القلب الاسبق معانا دلوقتي على تليفون. يا دكتور احمد اهلا وسهلا بحضرتك وتحياتي ليك. وايه صحه الموقف ده؟ لان حضرتك اكيد عارف ان الشاي ده مشروب اساسي في اي بيت مصري. اهلا وسهلا اهلا بحضرتك واهلا للساده المشاهدين الكرام. الو اي يا فندم سامعني؟ بقول لحضرتك حقيقه الدراسه دي، هل فعلا شاي الاسود ده مفيد للصحه؟ اهلا بحضرتك اهلا بي. احنا زي ما حضرتك سامعاني حضرتك؟ انا سامع حضرتك والله، اتفضل يا فندم. زي ما حضرتك قلتي يمكن الشاي بيجي المشروب الثاني بعد الميه، وفي يعني بعض الاحيان بيبقى المشروب الاول والقهوه برضه. الامراض القلب والسكتات الدماغيه من الحاجات المعروفة جدا على مستوى العالم ان هي ممكن تؤدي الى وفاة ومشاكل في العائلة وفي المصابين دي. احنا عاوزين نتكلم كلام علم. احنا لو قلنا ان في دراسة في هولندا، لا ده مش في دراسة في هولندا، في دراسة في هولندا وفي دراسة في بعض دول اوروبا وفي دراسات في الصين وفي دراسات في شرق اسيا. في بعض الفترة من 2010 ل 2018 لو رجعنا للابحاث هتلاقي في دراسات عديدة في بلاد مختلفة. لكن كل دراسة مش معناها ان دي تبقى ارشادات وتوصيات عالمية. اللي عاوز اوضحه للناس بمعنى ايه؟ بمعنى انا لو قلت ان في دراسة في هولندا قالت ان انا لما باخد من ثلاثة لخمس خمس اكواب من الشاي الاسود او الشاي الاخضر انه بيقلل نسبة الاصابة بالقلب 36% في الدراسة دي اللي اتعملت 2010، واصابه بالسكتات الدماغيه زي ما حضرتك قلت دلوقتي. مش معنى ان الدراسه دي ناخدها كتوصيات عالميه نوصفها لعياننا. يعني طيب بعيدا عن الدراسات يا دكتور برضو، يعني هل الشاي اصلا الاسود يعني اللي هو موجود بعد الميه كده في بيوتنا المصريه، هل هو فعلا مفيد ولا مضر، ولا ايه المعدلات المناسبه في اليوم عشان نقدر ان احنا ناخدها من الشاي؟ هو ده كلام مهم جدا. هو دلوقتي النصيحه دي، طب نشرب شاي بكميات كبيره ولا ما نشربش خالص؟ لازم نعرف الشاي ده ليه تاثير فعلا على القلب والشرايين الدماغيه وشرايين القلب وشرايين في جميع اجزاء الجسم. احنا عشان نقول ايه هو تاثير الشاي حسب الدراسات اللي اتعملت الفتره اللي فاتت، في بعض الدراسات قالت ان تاثيره بيبقى ملي على الكوليسترول اللي هو في حاجه اسمها ال دي ال، هو الكوليسترول الخبيث او الضار او اللي مش حميد، اللي هو بيزود نسبه الاصابه بشرايين القلب والمخ. وفي بعض الدراسات الاخرى التاثير على ال دي ال وعلى الكوليسترول مش واضح قوي في الناس اللي خدت شاي اخضر او شاي اسود وغيرهم. يعني احنا بنقول ان الدراسات ما بينتش بوضوح كامل الفائده الكامله من ان انا اخد ثلاث كوبايات من خمس كوبايات من اقل من كده. طيب احنا بنقول ايه المشكله؟ المشكلة إن الدراسات دي بتتعمل على عيانين، عدد معين من العيانين في ظروف معينة، بياكلوا بطريقة معينة، في بيئة معينة، ممكن يكون مناخ مختلف عن العيانين بتوعنا. طب هل الكلام ده لو عملناه عندنا بالظروف بتاعتنا يطلع نفس النتائج؟ ده كلام لازم يبقى فيه بحث. يبقى عشان كده إحنا بنقول إيه؟ الأبحاث المختلفة في دول العالم المختلفة لما توصل لمرحلة توصيات عالمية بيذكر الكلام ده في التوصيات العالميه للجمعيات العالميه زي جمعيه القلب الامريكيه، جمعيه القلب الاوروبيه، لم توصي لغايه دلوقتي ان احنا نشرب شاي من ثلاثه لخمس كوبايات. يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان احنا لسه الادله مش كافيه. عشان ما نقدرش نهول كلام، احنا مش بنتكلم كلام علم، بمعنى ان المريض يجي يقول له لازم تشرب ثلاثه لخمس كوبايات في اليوم شاي، ده كلام مش صح. أو يجي يقول أنا ما أشربش شاي أحسن شاي ممكن يزيد، برضه ده كلام مش صح. إحنا بنقول اللي هو في معظم الدراسات الاعتدال في تناول الشاي قد يفيد وقد لا يفيد، لكن هو مش مضر، مش باين إن في ضرر كبير. وقد يكون في احتمالية فايدة، لكن بنقول إن الحياة في الاعتدال في الحياة، خصوصًا إن إحنا لو عارفين الشاي بيعمل حالة مزاجية، في ليه سايكولوجيكال إفكت، بمعنى إن في بعض الناس بتقول أنا نفسيًا برتاح لما باخد شاي. وده مهم جدا على فكره،
مهم جدا ان العيان يوصل بنفسيه مرتاحه، لان ده بيأثر. ودي اهم حاجه ممكن نخرج بيها من المكالمه مع حضرتك، فكره الاعتدال، يعني ان احنا نشرب كوبايه او كوبايتين في اليوم يمكن ده اقصى حاجه، عشان لو هي سلبيه ما تضروناش، او حتى لو مفيده يبقى يعني في حد كده او في نطاق كده يكون متوسط لينا. دكتور احمد فتحي استاذ القلب وعميد معهد القلب الاسبق، طبعا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا.